فوضى عارمة في أسعار المواد الغذائية وخاصة مادة الخبز التي تفاوتت أسعارها ما بين 400 و500 و600 ليرة سورية خلال أقل من شهر، وفي بعض المناطق في الأسواق الحرة وصل سعر الكيس الواحد للخبز إلى 800 ليرة سورية. لنستطلع آراء الناس عن كيفية تأمينهم لثمن هذا الخبز الذي يعتبر قوت الشعب. هذا الهاف في عينه ما عم يشوفونا طيب؟ لا ما عم يشوفونا، ما عم يشوفونا عشان ميت الشعب هذا كل ما ضل حد معه شيء لك عادي كل العالم تبيع اغراضها حتى تعيش تاكل وتشرب. ما عم يطلع على الشيء هذا، بس بيطلع بالجواب جاي فاي بيقول لك والله انه فقير. لك اجي فقير، لك فقير الدين، اجي فقير. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس الله يعطيك الكري اللي قلت لي عنه دشنا دشنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس غلاء ربطة الخبز يعني بشكل لا يوصف. يعني امبارحة بعد ما غليت الربطة اجت حرمي بدها تشتري من عندي، قلت لها ربطة خبز صار حقها 600 ورقة وصارت تبكي. يعني 400 ما معها، فشلون 600 وعندها اطفال وعندها ايتام؟ يعني بالمية 90 من نسواننا يعني هلا صفوا ارامل، ولا يعني شلون بدي اقول لك والله حالي لا يوصف. يعني خاصة تفرج يجي على الطاقة لهون اللي عم بيرفع ربطة الخبز ويسأل هالخلق هاي شلون عم بيجيب ربطة الخبز، هذا بيقول لك متدينة. يعني هلا من شي نص ساعة اجى قال لي والله من ثلاث ايام دخل جايب فرنك، وهلا تدينت ثلاث ربطات خبز بالدين. احكي لنا كيف شايف ارتفاع اسعار الخبز؟ شلون عم بتدبر امورك اليومية؟ لا تطاق نهائيا نهائيا، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس عندي عيلة من 8 اشخاص بدنا كل نهار 4 ربطات خبز، حق خبز دوبنا نطالع. أكثر من هيك ما بنقدر والعياذ بالله. يعني دايت معنا كثير كثير، يعني ما عدنا عم نقدر نتحمل الشيء هذا، وكل نهار كل نهار بنهار ومباشرة بنزلوا لي تسعيرة الخبز كذا، تسعيرة الخبز كذا. وين نحن عايشين؟ وين نحن عايشين بغابة؟ ايش قد احتياجاتك في اليوم للخبز؟ كيف عم تدبر امورك؟ كل نهار 3 ربطات الله سبحانه وتعالى عم يدبرهم، ما بنعرف شلون. عم تهدف اليوم ما اشتغلت شيء، لميت رأس مالي وبس، يعني ما اشتغل شيء، بس حق الخبزات أنا حطيتهم من جيبي. يعني اليوم أنت خسران؟ أنا خسران، إيه خسران 100%، ما في حدا عم بيربح، حتى صاحب الفرن عم بيخسر أنا متأكد. أنا الزلمة نازح من ريف سراقب، يعني كل يوم بدنا 3 ربطات، عب 600 1800 ولبن 1500 وخضرة وهيك بدنا كل يوم 7-8000. يعني شيء ما بقى يصور العقل. يعني كل شيء غالي، يعني ايش واخر شيء واحد بده يموت خيو. يعني في عالم ما بتبيع اولادها، عطي اولادها العالم وكلتها. انا من هون بدي افكر بيع كلتي مشان اعيش اولادي او بدي اسرق. السلام ورحمه الله وبركاته. من وين جايب هذا الخبز؟ والله من هون لعند الدوار السمكات. والله بشخط جبتها 600. 600 ايوه. كيف عم تدبر امورك في ظل هذا الغلاء؟ كم ربط احتياجاتك اليوميه؟ والله ربطتين تقريبا، ربطتين. ايه بده هالوقت هذا هيك بده واحد، ايش ما بيد واحد، يعني ما بيطلع بيدك شيء. هذا اللي مفروض رغم الغلاء والأسف، بس وشغل ما في، عمل ما في، بس لله المشتكى. ريش شايفة هيك خفيفة؟ ما هي شخص واحد الحمد لله، هي بيقول لك هو البياع بيقول لك بتكفي شخص. كيفك يا خالتي؟ الحمد لله مكيفين ومصيفين. كيفين ومصيفين؟ اي والله. كيف عم تدبري امورك على غلاء الخبز؟ الحمد لله والله ألف يا زور، الحمد لله رب العالمين. شلون ايش قد احتياجاتكم في اليوم خبز؟ ايش بدنا ربطين خبز باليوم. ايه وايش بدي اقول لك ما بعرف، ودش بقى الخضره، دش الاكل، دش الشرب، دش الدواء الغسيل، دش ايش بيت الغاز، ايش واحد بده يلحق؟ امبيرات ايش بده واحد يلحق؟ في اليوم كم ربطه خبز بدك؟ بدي 5 ربطات خبز كل نهار. أيه. ومن الصبح لهلا انا هاي بشتغل على الطرطوره، من الصبح لهلا ماني اخذ توصيلي، من وين بدي اجيب انا؟ طيب وزعونا معوني يا اخي وغلوا كل شيء، بنعيش على المعوني؟ لا بدنا لا لحمي ولا فروج ولا شيء. بس باعتباركم من إدارة الفرن أو فرن أحد الأفران الموجودة في مدينة إدلب، احكي لنا شوي عن تفاوتات الأسعار خلال اليومين الماضيات أو بالأحرى آخر شهر. بالنسبة للأسعار يعني خلال شهر صار ارتفعت 3 مرات تقريبا، كان 400 صار ب 500 هلق ب 600 ليرة ربطة الخبز للمواطن. بالنسبة للمعتمد نحن عم نسلمه إياها ب 570 ليرة واصلة لعنده، يعني بسيارة الفرن عم ناخذها لعنده. طيب بيقولوا لنا انه هلق سعر الربطه انه اليوم او الكيس الخبز صار ب 800 ليره سوري، ما صحت هذا الخبر؟ لا ما في شيء من الحكي خالص، هاي اشاعات. يعني انا بظن اشاعات اصحاب البسطات تجار الخبز هن اللي عم يستغلوا هالموضوع هذا، لانه انا متوه جاني
مواطن سال قديش ربطة الخبز، قلنا له 600 ليرة، تفاجأ قال يا أخي عليك عم يبيعوها ب 700 ليرة على الدوار.